للإغاثة مثلا أو الهلال الأحمر، أو هيتم شراء مثلا منتجات لمصابي غذائية أو حاجة. فلسطين بشكل مركز أكتر. طيب تمام، عندي سؤال تاني له علاقة بترشيد الاستهلاك الكهربائي، باعتبار إن الدولة كلها بترشد الاستهلاك، هل في خطة معينة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالنسبة للمهرجان؟ أكيد طبعا، الشركة المتحدة مؤمنة بدورها الوطني في خطة ترشيد الكهرباء، وبالتالي عاملين معظم فعاليات المهرجان بالنهار كتير جدا، يعني معظمها بالنهار. تاني حاجة، يعني حضرتك لما بنيجي نعمل فرح احنا بنجيب جنريتور، فيعني مستخدمين حاجات ليها علاقة بالطاقة الشمسية، جنريتورز، ومعظم فعالياتنا بالنهار. في حد عنده أسئلة؟ أيوة اتفضل. علاء عادل من البوابة نيوز. هنا احنا طبعا زي ما سمعنا احنا بنستهدف المهرجان مضاعفة عدد الحضور. طيب هل أقل من 10 أيام كفيلة إن إحنا نعمل دعاية لكل المجهود ده اللي إحنا عاملينه على مدار أكتر من سنة، اللي الناس تقدر تعرف إيه اللي بيتم هنا ويحجزوا ويجي يحضروا ويشوفوا؟ شوف، هو أول حاجة يعني مقارنة بتعداد السكان في مصر أعتقد ممكن. تاني حاجة إنه الساحل الشمالي هو الموسم بتاعه هو فصل الصيف، فهو الساحل في الصيف يعني مزدحم بطبعه. فكرة انه 10 أيام كافية للدعاية او غير كافية، هو برضو في الظروف اللي احنا فيها ما كانش سهل اتخاذ قرار ان المهرجان يطلق بالفعل في ميعاده او لا. حد عنده اسئلة تانية؟ مساء الخير. مساء النور. امير محمد خالد، مدير مكتب قناة عمان تي في الاردنية في مصر. كنت عايز اعرف تفاصيل المشاركة السعودية في مهرجان العالمين الجديدة، وعايز أحييكم على رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري. شكرا. المشاركة السعودية في فعاليات مهرجان العالمين، هو أي مهرجان المفروض أنه هو يشارك مع بلدان أخرى وجهات متعددة، دي مشاركة من المنطقة العربية، وبالتالي كمان في مواسم اللي بتحصل في السعودية هيكون في مشاركة من مهرجان العالمين بفعاليات وبإنتاجات مصرية بإذن الله.